السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ ان شاء الله النهاردة هنتكلم في فيديو جديد. الفيديو ده هنتكلم فيه عن علاج الحشرات. طبعا يا جماعة، كل سنة بيطلع حاجات جديدة، حاجات اقوى، حاجات فعاليتها المادة الفعالة اللي فيها اقوى. طبعا يا جماعة، احنا جربنا الاكتوموسيلين واشتغلنا بيه كذا سنة، بس الاكتوموسيلين دلوقتي بقى ضعيف في سوسة الريش، السوسة اللي بتبقى في الريش. ما يعني على حسب تجربتي انا استخدمته كام مره، السوسه اللي بتبقى في الريش اللي هي بتخرم الريش طبعا ما بيجيبش معاه نتيجه خالص، وممكن يجيب نتيجه في حاجات تانية بس ما بيجيبش معاه نتيجه في سوسه الريش نهائي. طبعا البيوتكس برضك بقى فيه منه المضروب كتير، بينزل مضروب، فما بتتالي انت بتجيبه ما بيعملش حاجه. فانا جبت منتج جديد، المنتج ده عمل معايا نتيجه وفعلته كويسه ان شاء الله، واستخدمته وقلت انزل لكم بالفيديو. لكن قبل ما ابدا الشرح ان شاء الله، لو اول مره تشوفني اشترك في القناه وادعمنا بلايك للفيديو، وحاول ان انت تشير الفيديو عشان يكبر، يوصل لاكبر حد من المشاهده، عشان تدعم لي القناه تاني وترجع القناه تاني تنشط تاني ان شاء الله. النهارده يا جماعه اللي هنتكلم عنه اللي هو المنتج ده، زي ما انتم شايفين طبعا يا جماعه ده بيطري. ده طبعا الازازه دي 250 مللي، انت ممكن تجيب ازازه، ممكن تجيب مثلا 10 سنتي، ممكن تجيب 15 سنتي، 20 سنتي على قد الحمام. طبعا يا جماعه ده انت ممكن تجيبه وتحطه في الميه امن تمام، والحمام ينزل يستحمى منه. وممكن اللي انت بتجيب بخاخه زي ديت، خدت بالكم، وبتحطه فيها وبتزود الجرعه شويه وبترش على الحمام، او بتمسك فرد 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 حمام وبترش وبتديله تحت الجناح ده وتحت الجناح ده وبترش على جسمه، او بتحطه في الميه، بتحطه في الميه للحمام ينزل يستحمى فيه. طبعا هو موجود منه كذا تركيز، فانت طبعا لما بتيجي تشتريه من الدكتور البيطري او من الصيدليه البيطريه بيقول لك الجرعه بتاعته قد ايه، لان طبعا في منه كذا تركيز، في تركيز 2 سم على اللتر، في بتحط 5 سم على اللتر، في 3 سم على اللتر. فطبعا انت بتساله بتشوف التركيز اللي عنده كام وبتحطه، بتحطه زي ما بيقول لك الجرعه زي ما هو بيقول لك. وطبعا يا جماعه ده بيطري، وتاكد من الدكتور ان هو امن، لان طبعا في منه مش امن. وطبعا يا جماعه منتج انا استخدمته وجاب معاه نتيجه كويسه جدا، وطبعا قضى على الحشرات نهائي. وهو كمان مش للحشرات بس، يعني هو فعال ضد الفيروسات وضد الفطريات، يعني ممكن تطهر بيه العشه وتطهر بيه المكان عندك كله، اللوفت كامل. فهو مش على قد الحشرات بس، ده حاجات كتير للطهاره والكلام ده كله. ودي حاجه انا استفدت منها وقلت انزل لكم بالفيديو. ولو استفدت مني حاجه او من الفيديو اشترك في القناه وادعمنا بلايك للفيديو. وكان معكم اخوكم في الله محمد جمال، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.